قبل ما نبتدي فقراتنا مع حضراتكم هيكون معانا اللواء كمال ابو ذكري مساعد وزير الداخليه. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب وسنه سعيده عليكم. طبعا يا فندم احنا بنتكلم في ذكرى العاشر من رمضان، ذكرى انتصار 73 العظيم. بص، هذا اليوم ينسب للرئيس السادات رحمه الله. رحمه الله. وبدأت قرار الحرب 73 يقاد هو بقراره الشخصي الرئيس السادات الله يرحمه. والأول مرة إن النهاردة الجيش المصري بسهولة إن ينتصر على العدو الإسرائيلي ويقدر إن هو يتخطى القناة والعواصم بتاعتها ويسد الأنفاق، لأن هم معتقدين كانت الأنفاق اللي كانوا عاملينها لا يعني محظور دخول بالضبط، واخد بالك. فكان إن هو الجند المصري هو من احسن اجناد الارض، ربنا قال كده في القران ان اجناد المصريين من احسن اجناد الارض. وان سينا دي اصلا هي مصنع لكل الجهات، هي كل الجهات. ولذلك النهارده ان الرئيس سادات لازم نحييه ونحيي القوات المسلحه للمجهود المشرف العظيم اللي هم قدروا يقتحموا ويحرروا ارض سينا الحره اللي هي ملك مصر وولد بجميع الثروات بتاعتها بجميع الميزات بتاعتها، لان سينا فيها ثروات وفيها منشآت زراعيه وتعدينيه وكل شيء مش موجود في العالم. مهما رجعنا بالذاكره وبذهننا بنلاقي انه كان في وقت عصيب جدا زي رمضان وفي الصيام ورجال يعني قد ايه يعني بنتمنى الجيل اللي طالع يبقى قد ايه في هذه القوه والصمود والجهاد في ان واحد. عايزين ايضا نسمع راي حضرتك عن انه الاوقات الجميله دي بنتمنى ان هي تتكرر ونشوف قد ايه اجيال طالعه كده فيها الشموخ، وحضرتك يعني رجل من رجال الشرطه العظام، فيعني كلمنا عن قد ايه جمال الصيام مع الحرب مع خرجت لنا جيل عامل ازاي. شوفي، الصيام هو 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 عندنا يعني ناحيه دينيه قويه جدا، لأن احنا تمسكنا بشهر رمضان بالصيام ده عمل ديني كل المصريين بيتمسكوا بيه، معنى ان انت تجهاد في سبيل الله وقت الصيام ده بيبقى مضاعف جزاؤه مضاعف، واخد بالك سيادتك. فمعنى ان اختيار الحرب في رمضان ده كان اختيار شخصي للرئيس السادات الله يرحمه، هو الذي حدد هذا الميعاد وحددها الساعه 2:10 بالظبط، واخد بالك سيادتك. والاقتحام لدرجه النهارده انت كنت تشوفي ان الجنود المصريين انهم حتى لو ما بيعرفوش يعوموا مجرد ما جاء الاخطار عدوا القناه بقوه وسدوا الانفاق واخد بالك سيادتك، وكل قضوا على كل منابع النبالم اللي هي كانت موجوده، وكانت فعلا ان هم كانوا بيحاربوا، وكان اول نداء تلقائي ما كانش موجه بيه الله اكبر، كانت هو الله اكبر وقت النداء بتاعهم. فده يدل على قوة وشجاعة الجند المصري وتاريخه العظيم. نعم. طبعا احنا بنشكر حضرتك على المعلومات القيمة دي يا فندم سيادة اللواء، ان فعلا توقيت الساعة 2 الظهر ده ما يعني انا سمعت ان مفيش حرب قامت نهائي الظهرية غير حرب 6 اكتوبر، كل الحروب بتتم بالليل. بالظبط. وبعدين شهر رمضان بالظبط، شهر رمضان طبعا العادة هو يقول لك ده ناس صايمة مش معارف يعني خدعة استراتيجية. كان الرئيس السادات الله يرحمه كان يتابع الحرب من قصر الطهرة وهو صايم، وكان بيعزم الشباب على الفطار وقت هذا الحرب وهو صايم، بكتاتك. ففعلا كان الصيام ده كان هو قوة من عند الله سبحانه وتعالى. سبحان الله سبحان الله، النصر من عند الله دايما. النصر من عند الله الحمد لله. نشكر سعادتك جدا 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 يا ست الهوى.